وهلأ بدنا نحكي عن العلاج. القاعدة العامة بالنسبة لجميع العلاجات الدوائية للشعرانية بنقترح تجربة العلاج لمدة 6 أشهر على الأقل قبل إجراء أي تغييرات في الجرعة أو إضافة دواء أو التحول إلى دواء جديد. بنقترح أن تبدأ معظم النساء المصابات بكثرة الشعر بالعلاج الدوائي، وبنعتبر الـ Combined Estrogen Progestin Oral Contraceptives المعروفة بالـ COCs هي الخيار الأول في العلاج، ولكن تستثنى من هذا الخيار النساء اللواتي لديهن موانع لاستخدام موانع الحمل الفموية أو اللي ما بيرغبوا في تناول موانع الحمل الفموية. يضاف مضاد الأندروجين Spironolactone إذا كانت الاستجابة السريرية دون المستوى الأمثل بعد 6 أشهر من العلاج. أما النساء اللي بيعانوا من Severe Hirsutism بنقدر نبدأ بـ Combined Oral Contraceptives COCs مع مضاد الأندروجين. من الضروري إعلام المريضة بأن العلاج الدوائي في الغالب لا يقضي تماماً على نمو الشعر الموجود، ولكن هذا الشعر قد يصبح أقل خشونة وينمو بشكل أبطأ. بالنسبة للمريضات اللي بيعانوا من زيادة الوزن بنوصيهم باتباع نمط حياة صحي بهدف إنقاص الوزن، بالإضافة إلى العلاج اللي بيختاره الطبيب لعلاج الشعرانية. بينتج عن فقدان الوزن تحسن في حساسية الأنسولين وانخفاض في سيرم أندروجينز، وفي بعض الحالات عودة دورات التبويض، ولكن تأثير إنقاص الوزن في تقليل الشعرانية أقل وضوح. أما الأنسولين لورينج ايجنتس فهي غير فعالة في علاج الشعرانية. وهلأ بنيجي لشرح كل مجموعة بالتفصيل. أولاً الكومبايند أستروجين بروجستين أورال كونتراسبتيفز بالنسبة لمعظم النساء بتعتبر موانع الحمل الفموية هي الخيار الأول في العلاج. يمكن بعد ذلك إضافة مضاد الأندروجين إذا كانت الاستجابة السريرية دون المستوى الأمثل بعد 6 أشهر من العلاج، مع العلم بأنه استخدام الـ COC والأنتي أندروجينز للهرسوتزم بيعتبر Off-Label Use. تعتبر موانع الحمل الفموية فعالة أيضاً في علاج حب الشباب اللي غالباً ما يصاحب الشعرانية، خاصة عند النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض. بالنسبة للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، توفر موانع الحمل الفموية فائدة إضافية تتمثل في منع تطور تضخم بطانة الرحم. رح يخطر في بالنا سؤال، شو علاقة الـ COC بفرط الأندروجين والشعرانية؟ خلونا نتعرف على الآليات اللي بتعمل الـ COC من خلالها على علاج فرط الأندروجين والشعرانية، وهي 1- تثبيط إبراز الجونادوتروفين. بيتم تثبيط إنتاج الأندروجين في المبيض عن طريق تثبيط إبراز Luteinizing Hormone المعروف بالـ LH، وبيثبط إبراز Follicle Stimulating Hormone الـ FSH ولكن بدرجة أقل من الـ LH. في الدراسات اللي أجريت على إفراز الجونادوتروفينز في النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، انخفضت تركيزات الـ FSH سيرام بسرعة أكبر من تركيزات الـ LH سيرام، لكن الانخفاض في الـ LH في الدم كان أكبر 70 مقابل 50%، وكانت النتيجة انخفاض إفراز المبيض لهرمون التستوستيرون والأندروجينات الأخرى. 2- Increased SHBG بتعمل COC على تحفيز الإنتاج الكبدي للـ Sex Hormone Binding Globulin المعروف بالـ SHBG، وبالتالي زيادة ارتباط الأندروجين بالسيرم وتقليل تركيزات الـ Serum Free Androgen. بيرتبط هرمون التستوستيرون والأستراديول بدرجة عالية مع الـ SHBG، وبيرتبط أيضاً بالألبيومين. في النساء بيكون ما يقرب من 1 إلى 1.5% فقط من هرمون التستوستيرون في المصل في الشكل الحر النشط من الناحية الفسيولوجية. بيقلل كل من الأندروجين والأنسولين من الإنتاج الكبدي للـ SHBG. ولأن النساء الهايبر أندروجينيك بيكون عندهم زيادة بالأنسولين والأندروجين، فإن هؤلاء النساء لديهن تركيزات للـ SHBG في مصل الدم أقل من المعتاد،
بيسبب الأستروجين والسيوسيز زيادة في تركيز الـ SHBG بالدم لدى النساء المصابات بفرط الأندروجين، بالتالي بينخفض تركيز السيروم فري تستوستيرون، ولكن تكون هي الزيادة بالـ SHBG أقل عند النساء اللواتي يعالجن بالـ COC اللي بيحتوي على بروجستين ذي خصائص أندروجينية مثل اللابينورجسترول. 3. انخفاض تركيز هرمون التستوستيرون الكلي والحر في الدم نتيجة لتثبيط إفراز الـ LH وزيادة إنتاج الـ SHBG. بتنخفض تركيزات هرمون التستوستيرون الحر من المصل بنسبة تقارب 50% في النساء اللاتي يعانين من فرط الأندروجين عند تناول موانع الحمل المركبة، وينخفض أيضاً إجمالي تركيز هرمون التستوستيرون في الدم ولكن ليس بقدر التستوستيرون الحر. قد تحدث هي التغييرات على مدى عدة أسابيع ولكن يمكن أن تكون أبطأ خاصة عند النساء اللواتي لديهن مقاومة ملحوظة للأنسولين. 4. Secondary Mechanisms. قد تعمل موانع الحمل الفموية المركبة أيضاً على تحسين فرط الأندروجين عن طريق تقليل إفراز الأندروجين الكظري وتثبيط تحويل هرمون التستوستيرون إلى الدايهايدروتستوستيرون المعروف بالـ DHT وتثبيط ارتباط الـ DHT بمستقبلات الأندروجين. ولكن الدليل على أنه موانع الحمل الفموية لها هذا التأثير ليس قوياً، ومن غير المحتمل أن تساهم هي الآليات بشكل مهم في تحسين حالة النساء المصابات بفرط الأندروجين. وهلأ بنيجي لاختيار COCs. على الرغم من أنه البيانات بتشير إلى أنه موانع الحمل الفموية لها فعالية مماثلة للشعرانية، فإننا بنختار عادةً نوع بيحتوي على بروجستين له أندروجينيسيتي قليلة أو محايدة مثل النور أثندرون والنور جستاميت، ويفضل بعض الأطباء البدء بCOC اللي بيحتوي على أنتي أندروجينيك بروجستين مثل الدروسبيرانون والسيبرورورين أسيتيت المعروف بالCPA. ومثل ما حكينا بيتم تجربة العلاج بالCOC لمدة 6 أشهر على الأقل قبل إجراء أي تغييرات في الجرعة أو إضافة دواء أو تبديل دواء، وذلك لأنه مرحلة نمو بصيلات الشعر بتبلغ 6 أشهر تقريباً، وقد لا يحدث انخفاض كبير في نمو الشعر قبل هي المدة. بنشوف الـ FG score قبل البدء بالعلاج وفي كل زيارة متابعة وبنقارن النتائج. بالنسبة للنساء اللواتي يشعرن بالرضا عن درجة التحسن بعد 6 أشهر من العلاج بالCOC، بنقترح الاستمرار على العلاج بناء على أولويات المريضة مثل إنها توقف العلاج لحتى تستعيد قدرتها على الإنجاب. أما إذا كانت الاستجابة دون المستوى الأمثل بعد 6 أشهر من العلاج الأحادي باستخدام الCOC، وقتها بنعمل على إضافة مضادات الأندروجين. الأنتي أندروجينز بتستخدم بالاقتران مع موانع الحمل الفموية المركبة لما تكون الاستجابة الأولية غير كافية بعد 6 أشهر من العلاج الأحادي بموانع الحمل الفموية، أو لبعض المريضات اللي بيعانوا من الشعرانية الشديدة، أو في النساء اللواتي لم يكن لديهن استجابة جيدة للعلاج بالCOC لوحده بالماضي، ويمكن استخدامها كمونوثيرابي، ولكن يفضل عدم استخدامها كعلاج أحادي بسبب الآثار الضارة المحتملة على الجنين الذكر في حال حدوث حمل. أما إذا كانت المريضة من النساء اللواتي لا يستطعن الحمل أو اللاتي يستخدمن وسيلة موثوقة لمنع الحمل، يمكنها استخدام إما الCOC أو مضاد الأندروجين كعلاج أولي، حيث يبدو أن لهما نفس الفعالية. ويمكن أعطاء مضادات الأندروجين كعلاج أولي للنساء اللواتي لديهن موانع من استخدام موانع الحمل الفموية طالما أنها تستخدم شكل من أشكال وسائل منع الحمل الموثوقة، مثل امرأة مصابة بتجلط الدم ولا يمكنها تناول موانع الحمل المحتوية على هرمون الأستروجين. يمكن أن تتضمن طريقة علاج الشعرانية وسيلة منع حمل مثل اللولب ومضاد الأندروجين مثل سبيرونولاكتون. تشمل مضادات الأندروجين المتوفرة بشكل شائع في علاج الشعرانية ما يلي: أولاً السبيرونولاكتون،
هو خيارنا الأول من مضادات الأندروجين، وبيشبه بنيوياً البروجستين. بيتنافس مع الدي اتش تي للارتباط بمستقبلات الأندروجين، وبيثبط الإنزيمات المشاركة في الأندروجين بايوسينثيسيس. أظهرت التجارب السريرية فائدته للمريضات اللي بيعانون من الشعرانية، وبيعتبر آمن. بنبدأ ب 50 ملي جرام مرتين يومياً، وبنزيد إلى 100 ملي جرام مرتين يومياً حسب الحاجة. بتشمل الآثار الجانبية للسبيرونولاكتون فرط بوتاسيوم الدم، ولكنها مشكلة نادرة لدى النساء ذوات وظائف الكلى الطبيعية. ومع ذلك فإننا بنقيس مستوى البوتاسيوم في الدم في جميع المرضى بعد شهر واحد من إعطاء السبيرونولاكتون. لا ينبغي وصف السبيرونولاكتون للنساء المصابات بقصور كلوي، وذلك بسبب ارتفاع مخاطر الإصابة بفرط بوتاسيوم الدم. بتشمل الآثار الجانبية الأخرى عدم ارتياح في الجهاز الهضمي وعدم انتظام الدورة الشهرية. في النساء اللواتي يتناولن سبيرونولاكتون 200 ملغ يومياً، اللواتي يصبن بنزيف الرحم غير المنتظم ممكن نقلل جرعة سبيرونولاكتون إلى 100 ملغ يومياً لتقليل النزف، ولكن يفضل عدم استخدام السبيرونولاكتون كمونوثيرابي بسبب المخاطر المحتملة في حالة حدوث حمل بجنين ذكر. أما النساء اللي بيستخدموا اللولب أو غرزة البروجستين تحت الجلد كوسائل لمنع الحمل، يمكن أن يستخدمن علاج أحادي مضاد للأندروجين، لأنهن معرضات لخطر منخفض للحمل غير المقصود. ثانياً، الفيناستيرايد يثبط إنزيم الـ 5-alpha-reductase type 2، وهو الإنزيم اللي بيحول التستوستيرون إلى DHT. يستخدم بجرعة من 1 إلى 5 ملي جرام باليوم، ولكن هناك مخاوف من حدوث الحمل بالخطأ أثناء تناول الفيناستيرايد، نظراً للدور الأساسي للـ DHT في تطوير الأعضاء التناسلية الخارجية للذكر. ثالثاً، الدوتاستيرايد، وهو علاج يستخدم لتضخم البروستات الحميد، وهو مثبط للـ 5-alpha-reductase type 1 and 2، وبالتالي نظرياً هو أكثر فعالية من الفيناستيرايد للشعرانية، لكن يفضل عدم استخدامه لهذا الغرض حيث يوجد خطر كبير لمنع تطور الأعضاء التناسلية الخارجية الذكرية الطبيعية في بداية الحمل. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد دراسات كافية تثبت فعاليته في علاج الشعرانية. رابعاً، الفلوراميد هو non-steroidal androgen receptor antagonist، بيتم استخدامه في حالة سرطان البروستات، ولكن يستخدم للهرسوتيزم كأوف-ليبل. فعالية الفلوراميد بجرعة من 250 إلى 750 ملي جرام باليوم مماثلة لفعالية السبيرونولاكتون من 100 ملي جرام ل 200 ملي جرام باليوم، والفيناستيرايد 5 ملي جرام باليوم. ومع ذلك يفضل عدم استخدام الفلوراميد في علاج الشعرانية، نظراً لأنه مرتبط بالسمية الكبدية. حتى عند تناول جرعات منخفضة فقد يكون له تأثيرات على الكبد. خامساً، الجروسبيرينون، وهو بروجستين مستخدم في بعض موانع الحمل الفموية المركبة Very Weak Anti-Androgen. الجرعة المستخدمة في موانع الحمل الفموية المركبة من الجروسبيرينون 3 ملي جرام مع الأثنال إسردايل تعادل حوالي 25 ملي جرام of سبيرونولاكتون. ارتبطت موانع الحمل الفموية المحتوية على الجروسبيرينون بزيادة مخاطر الإصابة بالفينوس ثرومبوإمبوليزم المعروف بالBTE مقارنة بالCOCs اللي بتحتوي على الجيل الثاني من البروجستين. كمان بتتوفر حبوب بتحتوي على جروسبيرينون لوحده في البروجستين أونلي كونتراسبتيف سبيل المعروفة بالPOP، ولكن لا توجد بيانات متاحة عن فعاليتها في علاج الشعرانية. سادساً، سبرورون أسيتات الCPA، بيتنافس مع الDHT للارتباط بمستقبلات الأندروجين، وبيقلل من تركيز السيرم LH والأوفيريان أندروجين. بيتم استخدامه بجرعة منخفضة 2 ملي جرام كمكون لبروجستين في موانع الحمل الفموية المركبة، أو كجرعة أعلى
من 12.5 ل 100 ملي جرام كعلاج وحيد أو مع الأستروجين. بتوصي وكالات تنظيم الأدوية في أوروبا باستخدامه كسكند لاين ثيرابي بسبب الزيادة الملحوظة في مخاطر السمية الكبدية مقارنة بالبروجستينز الأخرى. بالنسبة لاختيار مضادات الأندروجين، هناك عدد قليل من الدراسات على استخدام مضادات الأندروجين المختلفة لدى النساء المصابات بكثرة الشعر، ونظراً لأنها تبدو جميعها فعالة في علاج الشعرانية، فإن اختيار الدواء بيعتمد على توفره وتكلفته وآثاره الجانبية وسميته المحتملة. أما بالنسبة لمدة العلاج الدوائي، فعادةً ما بيستمر العلاج الدوائي خلال سنوات الإنجاب، حيث تستمر الحالة المسببة للهرسوتزم عادةً خلال هي الفترة، وبيرجع الهرسوتزم عند التوقف عن العلاج. أما إذا كانت المريضة ترغب في الحمل، فيجب إيقاف جميع العلاجات الدوائية للشعرانية. مضادات الأندروجين تحديداً هي contraindicated للنساء اللواتي يحاولن الحمل بسبب الآثار السلبية المحتملة على التطور الجنسي للذكور. ومن أحد الطرق اللي ممكن أن تخفف على المريضات اللي بيعانوا من الهرسوتزم هي إزالة الشعر المباشر. ممكن لبعض التقنيات التخفيف من الشعر الزائد بما في ذلك التحليل الكهربائي المعروف بالإلكتروليسيس والفوتوأبليشن اللي بتشمل الليزر والإنتنس بولس لايت المعروف بالIPL. ومع ذلك من المرجح أن تعاني النساء المصابات بفرط الأندروجين من عودة نمو الشعر بسبب التحفيز المستمر لبصيلات الشعر بواسطة الأندروجينات. يمكن منع ذلك عن طريق تثبيط الأندروجينات الذاتية بالعلاج الدوائي. صبغة الميلانين ضرورية لإزالة الشعر بالليزر أو بالIPL، لذلك الشعر الأبيض الطبيعي أو الأشقر غير قابل للعلاج بهي الطريقة، لذلك نقترح استخدام تقنية التحليل الكهربائي لهؤلاء المرضى. أما المريضات ذوات البشرة الداكنة هم أكثر عرضة للحروق عند استخدام الفوتوأبليشن. ومن الآثار اللي ممكن تحدث بشكل أكثر شيوعاً عند النساء ذوات البشرة الداكنة الالتهاب والتقرح وفرط التصبغ ونقص التصبغ والندوب في حالات نادرة. أما النساء ذوات البشرة الفاتحة بيكون احتمال حدوث الآثار الجانبية أقل. أما بالنسبة للعلاج الموضعي، فيمكن للنساء اللواتي يرغبن في استجابة أسرع للعلاج بالليزر إضافة الإفلورنيثين هيدروكلورايد كريم، وهو مثبط لنمو الشعر موضعي لعلاج شعر الوجه غير المرغوب فيه لدى النساء، ويجب استخدامه دائماً لمنع إعادة نمو الشعر، ويمكن الجمع بين العلاج بالليزر والإفلورنيثين لاستجابة أسرع. وهيك حكينا عن العلاج الدوائي والغير دوائي للشعرانية. خليكم معي بالفيديو الجاي لنحكي عن أدوية لا ينصح باستخدامها بشكل روتيني لعلاج الهرسوتزم وعلاج بعض الحالات الخاصة لمريضات الهرسوتزم.